هل انا مطالب ان انا ابعد عن بعض الناس؟ طب افرض كان حد قريب، لما يكون حد حواليك في حياتك نرجسي طاووس طاووس بريش ومهووس لا يتحمل ظهور حد غيره ولا يتقبل ذكر حد الا هو ولا يطيق شكر الا هتتعامل معاه ازاي؟ دول موجودين كتير. طيب معاك في شغلك في علاقاتك الاجتماعيه هيبقى سهل انك تتجنبه وتسيبه زي القطر ماشي في طريقه. طب حد سايكوباتي انتي سوشيال بيرسوناليتي، على فكره كتير من الناس اللي بتقعد تروج وتقول لك اضطراب الشخصيه النرجسيه صعب احتماله، اما للشخصيه السايكوباتيه تعمل فيها ايه؟ النرجسي ده قطر لو قمت من قدامه ممكن القطر ما يفرمنيش، لكن السايكوباتي ده بيلوش اللي قدامه واللي وراه واللي فوقيه واللي تحتيه، ده حد الاذى عنده متعه، الكذب بيجري في دمه، كراته المكونة للدم بيضة وحمرة ونفاق وغدر. ما ينفعش أبدا نتقبل إن حد بينجح بيأذي الناس لمجرد الأذى، يحقد عليهم وهو مستمتع بالحقد، يوقع الفتنة والضغينة ما بينهم وهو منبهر بالنتيجة. إن شر الناس يوم القيامة من نزل وحده ومنع رفده وجلد عبده ثم سكت وقال أتدرون من أشر منه؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يقيل عصره ولا يقبل معذره. ثم سكت وقال أتدرون من أشر منه؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال من يبغض الناس ويبغضونه.